بأيام الحر منحس بالعطش وبيزيد احتمال جفاف السوائل بالجسم، خصوصاً في حال ممارسة الرياضة. بهالحالة بتزيد أهمية تعويض السوائل اللي عم نخسرها. أكيد في أطعمة ممكن نركز عليها بالصيف حتى ما نحس بالعطش، وأهمها الأيسبرغ اللي بيحتل المرتبة الأولى بين أنواع الخس لجهة غناء بالماء، فبيحتوي على معدل 96%. أيضاً الخيار ما بيقل أهمية. وبالنسبة للفليفلة الحلوة والتوت البري فبيحتوي على نسبة 92% من الماء. بنصحك أيضاً تركزي على شوربة الخضار لتعوض الأملاح والماء اللي عم يخسرون جسمك. وبالنسبة للشوفان والرز والقمح والكينوا فهن بيمتصوا الماء بعملية الطهو، وبيرجع الجسم يمتصها بعملية الهضم. وما تنسي البطيخ الأصفر اللي يعتبر مثالي لترطيب الجسم بالصيف.